الفريده والعجيبه للبرازيليين. الكساندرو، الكساندرو في الهجوم يعكس كره عرضيه والهدف، الهدف طريق تينجا. تينجا يسجل اول هدف انترناسيونال. باولو سيسر بونيسكا ناسيمينتو المعروف بتينجا يسجل هدف التقدم. لعب السابق لكريميو، لعب اللعب مع نادي كاواساكي في عام 2000 والان يعلن عن تقدمه، يعلن عن تقدم فريق انترناسيونال 1-0. النتيجه تتغير امامنا الاعاده انطلاقا لالكساندرو. هيا كره ارضيه وتينجا بالراس يغالط حارس مرمى ويعلن عن تقدم الفريق بهدف مقابل لا شيء. إذن النتيجة تغيرت والتقدم لفائدة فريق انترناسيونال. فرحة المدرب سيلسو رولت بهدف اللاعب تينجا. تينجا